مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، سقوط عشرات من ميليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح في غارات التحالف ومعارك ميدانية في محافظة البيضاء وسط اليمن يوم أمس، فيما تم اعتقال 13 آخرين. محكمة الجنايات في باريس تصدر حكما على فرنسيين اثنين توجها إلى سوريا للقتال بالسجن 15 عاما مع إلزام قضاء ثلثي عقوبتهما. أطباء بريطانيون يؤكدون أن صحة الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال تتحسن بسرعة وأنه لم يعد في حالة حرجة. في أخبارنا المنوعة، شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية تنتج 2020 سيارة سيدان من الموديل الثالث الأسبوع الماضي، وستنتج نفس العدد الأسبوع المقبل، وستزيد إنتاجها بمعدل سريع خلال الربع الثاني من العام. دراسة تفيد بأن مستخدمي تويتر يميلون لإعادة نشر الأخبار الكاذبة بنسبة 70%.